السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في أول درس في دروس تعليم الفوتوشوب. الفيديو ده عبارة عن مقدمة وانترودكشن مهمة جدا للكورس، بحيث انك لازم تعرف انت هتتعلم ايه او هتوصل لايه في اخر الكورس دوت. الكورس دوت فور بيجنرز تماما، هنبدأ من البداية خالص، من اول ان احنا ازاي نعرف ننزل البرنامج ونسطبه على الجهاز عندنا، لان مهم يبقى عندك النسخة كاملة والنسخة اللي احنا هنشتغل بيها عشان ما تتوهش في البداية وتواجه مشاكل في البرنامج. بعد كده هنبدأ واحدة واحدة من الأساسيات، من الأول خالص، من أول حاجات النظري في التصميم، وبعد كده البرنامج، وهنمشي واحدة واحدة في الأدوات والكونسبت بتاع التصميم والطباعة وهكذا. هنلف على كل الحاجات ديت واحدة واحدة لغاية في النهاية انت هتبقى قادر انك تقدر تصمم اي حاجة انت محتاجها خاصة بشغلك، او ان انت تنطلق في مجال الجرافيك ديزاين. من الأمثلة للحاجات اللي انت ممكن تنصممها واللي احنا نشتغل عليها بيزنس كارد او لوجو او فلاير او بروشور او بوسترز، الحاجات المنتشره في السوق كلها. كذلك برضو احنا هنخش في جزء الفوتوغرافي والتعديل على الصور ودمج الصور وهكذا، عشان في النهايه انت اي حاجه انت محتاج ان انت تصممها او تنفذها على الفوتوشوب هتلاقي لها حل، يعني مش هتدوخ بعد كده في موضوع الفوتوشوب دوت وان انت متلخبط مش عارف اعمل الجزئيه ديت ازاي ولا الجزئيه دي ازاي. لا، انت هتتعامل مع الجرافيك كجرافيك خالص عموما صافي. كذلك برضو هتعامل مع جزء التعديل على الصور، لان انت في الاول وفي الاخر الفوتوشوب مش بس جرافيك، ممكن برضو تتعدل على شغل او فوتوغرافي او حاجات بتجمع الاتنين، من صور تعديل على صور وان انت تضيف عليها تكست وتضيف عليها اشكال معينة بحيث انت توصل في الاخر للتصميم بتاعك. الكورس ماشي ازاي او هنمشي ازاي في سلسلة الكورس؟ هو عبارة عن مجموعة من الفيديوهات مترتبة بترتيب ليوصلك المعلومة كويس من غير ما تتوه فيها ان شاء الله. في نهاية كل درس او فيديو بيبقى فيه تاسك تطبيق عن الفيديو اللي احنا شرحنا فيه. التاسك ديت انت مهم جدا ان انت تنفذها بنفسك وتبعتها لي على الميل عشان اراجع عليها، لان انت مهم جدا التواصل ما بينك وما بين، يعني التواصل دوت هو اللي بيخليني اقدر اوصل المعلومة بشكل افضل، وان انت تقدر تاخد مني المعلومة اللي تفيدك انت اكتر. فوتوشوب خصوصا يعني ان هو طريقة تعليمه او طريقة ان انت تتعلمه ان انت تطبق بيدك واحدة واحدة. فهنشرح الجزء اللي احنا محتاجينه في الفيديو وانت هتطبق عليه في التاسك، واضمن لك ان شاء الله ان المعلومة اللي انت هتطبق عليها ديت مش هتروح منك بعد كده، ان احنا هنطبق عليها مرة واثنين وثلاثة في الفيديو، في فيديو وفيديوهات تانية، لان الفوتوشوب متصل ببعضه اكتر. وزي ما قلت لكم ان التواصل ما بينكم وما بيني في سواء في الكومنتات او على الميل، ان ده اللي بيديني فيدباك او بيديني اشاره هل انا قدرت اوصل المعلومه ولا لا، وهل انت استفدت من الفيديو او الكورس ولا لا. فيهمني جدا لو في حاجه واقفه معاك تسالني عليها، او لو في حاجه عايز تفهمها اكتر برضو ممكن نخصص لها فيديو لوحده، بحيث ان انت برضو تكون وصلت لك المعلومه كامله. واشوفكم في اول درس ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.